عبد الناصر حرس. هذا وفضيلتهم للالتقاء الى منصه التلاوه، واسال الله تبارك وتعالى ان يفتح عليه فتوح العارفين بالله، وان يفيض علينا وعليكم بفيوضات القران الكريم. فليتفضل فضيلته مشكورا للتلاوه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وفق إن شاء الله. وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم. عسى ربكم أن يرحمكم. وإن عدتم عدنا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم.
أنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر Thank you.
حاضر حاضر عليك يا سيدنا. الله عليك. صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. استاذنا حاضر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. صلى الله عليه وسلم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. عليك يا مؤمن. مؤمن دي جمع مؤمن. مؤمن دي جمع مؤمن. بص عليه. يا سيدنا. حب النبي صلى عليه. الله عليك. تمام يا مولانا. عليك. صدرك طوال. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. يا رب. ما شاء الله العظيم. الله يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاء وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الله وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب الله عليك. الله.
هاي الوقت وده الموجود حساب يوم الحساب يا سيدي ما ينفعش فيه اسألك الدعاء حاضر المستعان وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا 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 يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كتابا يلقاه منشورا لقرأ كتابك كتاب
بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد كلا نمد هؤلاء
وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر. لا تجعل مع الله إلها آخر.
فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقضى ربك ألا تعبدوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا صدق الله العظيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وبعد إخوة الإسلام والإيمان استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة تلا علينا ذلكم العلم القرآني والقطب الإذاعي الشهيد وعلى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وأحد أعلام دولة التلاوة في فن وتجويد القرآن الكريم ملك المقامات الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي وعضو اللجنة العليا للشؤون الإسلامية فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرم ملك المقامات.